قالت الخنساء ترثي صخرة: أعيني يا جودة ولا تجمدة، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميع، ألا تبكيان فتى السيدة. رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا. إذا بسط القوم عند الفضال أكفهم تبتغي المحمدا. وكان ابتدارهم للعلا أشار فمد إليها يدا. فنال التي فوق أيديهم من المجد ثم انتمى مصعدا. ويحمل للقوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا. جموع الضيوف إلى بيته يرى أفضل الكسب أن يحمدا. غياث العشيرة إن أمحل يهين التلاد ويحيي الجدى.